بعد حرب مستعرة منذ ما يقارب 10 أشهر، تقييم يكشف حجم الدمار المهول في غزة. قصتنا اليوم يا سادة عن تقييم أعدته جامعة آسيا والمحيط الهادئ يكشف أن إزالة الأنقاض سيتطلب أكثر من 100 شاحنة للعمل لمدة 15 عاماً للتخلص من حوالي 40 مليون طن بتكلفة تقديرية تزيد عن 500 مليون دولار. وبحسب التقييم فقد تضرر أكثر من 130,000 منزل بشكل يتراوح من أضرار متوسطة لدمار كامل، حيث إن 65% من المباني التي دمرت في غزة كانت سكنية. التقرير لفت إلى الحاجة الماسة لمواقع دفن ضخمة تتراوح مساحتها بين 250 و500 هكتار لاستيعاب الأنقاض، حتى إن طبوغرافية المنطقة قد تغير بظهور تلال لم تكن موجودة بفعل القنابل الضخمة التي تزن عن 2000 رطل. كما كشف التقرير أن الصراع قد يمحو فعلياً 44 عاماً من التطور في مستويات الصحة والتعليم والثروة حتى عام 1980.